تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيمت الصباح اليوم الاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفاة الزور، وذلك بمجمع الزور النفطي. تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيمت صباح اليوم الاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفاة الزور، وذلك بمجمع الزور النفطي. ووصل موكب سمو ورعاه الله إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد محمد العتيقي، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بالوكالة المهندسة وضحى أحمد الخطيب. هذا وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع. وشهد الحفل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، وبدأ الحفل بالسلام الوطني. ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط كلمة بهذه المناسبة. تعد مصفاة الزور أحد أهم مشاريع خطة التنمية بدولة الكويت، وهي من الركائز الرئيسية لخطة مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية الهادفة إلى إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة تتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، إلى جانب دور المصفاة في إمداد محطات توليد الكهرباء المحلية باحتياجاتها من الوقود النظيف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة. ويترجم هذا المشروع الرائد تحويل رؤية كويت جديدة 2035 التنموية إلى واقع ملموس، إذ يسهم في زيادة ربحية منتجاتنا وفتح أسواق عالمية جديدة أمام هذه المنتجات، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الكويت كمزود رئيسي للطاقة عالميا. كما يعمل المشروع على توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية، حيث تم استقطاب 667 موظفا من أبنائنا حديثي التخرج من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم للمشاركة في إنجاز هذا الصرح الوطني الضخم. بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن رحلة مصفاة الزور، ثم ألقت الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بالوكالة كلمة. وها نحن اليوم نحتفل بالتشغيل الكامل لمصفاة الزور التي تعد واحدة من أكبر مشاريع التكرير على مستوى العالم، حيث تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل في اليوم، ويدشن المشروعان عهدا جديدا في مسيرة القطاع النفط الكويتي وانطلاقة قوية لصناعة تكرير النفط الكويتي تواكب بها المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، وتمكن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من التوسع في تصدير وتسويق منتجاتها النفطية والتعامل مع أسواق عالمية جديدة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الحضور الكريم، تتميز مصفاة الزور بمرونة عالية في عمليات التكرير، فهي مصممة لاستقبال النفوط الكويتية على اختلاف وتفاوت مواصفاتها.
الأمر الذي يجعلها منفذا حيويا استراتيجيا لتصريف النفوط الثقيلة، مع القدرة على إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة كوقود الطائرات والديزل والنفط الكيميائية وزيت الوقود الذي يتميز بمحتوى كبريتي منخفض، وتصدير هذه المنتجات إلى أكثر من 30 دولة إقليمية وعالمية عبر الجزيرة الصناعية في المصفات، وذلك إلى جانب تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء المحلية من زيت الوقود منخفض الكبريت اللازم لإنتاج الكهرباء. بعد ذلك قدم أعضاء المجلس الاستشاري للشباب في مصفات الزور فقرة بعنوان التكنولوجيا والابتكار، كما تم عرض فيلم وثائقي عن رحلة الصناعة النفطية في دولة الكويت. بعدها تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإدارة العجلة إذانا بالتشغيل الرسمي لمصفات الزور، وقد تم إهداء سموه رعاه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة. ثم قام سموه حفظه الله بجولة تفقدية لمصفات الزور، حيث اطلع على ما تحتوي من منشئات حيوية، كما استمع سموه إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل في المشروع. وقد غادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير. رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، افتتاح مصفات الزور، تجسيد للعزيمة القوية في المضي قدما نحو رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.